وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب، وافتح علينا من بركات العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم. يا رب لا تمنعنا عن العلم بمانع، ولا تعقنا عنه بعائق، وارزقنا اللهم جلدا وصبرا وإتقانا وإخلاصا في طلب العلم، آمين. ثم أما بعد، على بركة الله تعالى ومنه وجليل نعمه، نسانف المدارسة لشرائع التلميذ للعلامة ابن رجب الحنبلي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. فاقرأ يا شيخ موسى على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. ومنهم وكيع بن الجراح ابن مليح ابن عدي بن فرس لو سفيان بن وكيع، وطبعا قلنا بأن الراجح في حال سفيان أنه ضعيف قولا واحدا. وطبعا مشايخ سيدنا وكيع له ولد آخر اسمه مليح على اسم أبيه، ولكن يعني لم يشتهر في الطلب، ويعني لعله شغله بتجارة أو بشيء، إنما اللي كان له علاقة بالرواية وبالحديث هو سفيان ابن وكيع، والراجح في حاله الضعف المطلق. اقرأ يا مولانا. الكوفي أحد الأئمة الأعلام قال أحمد: ما رأيت أحدا أو عن العلم من وكيع ولا أشبه بأهل النصوص. طبعا المشايخ يعني جمع أعني علو في المكانة العلمية لدرجة أن يحيى ابن معين يقول: ما رأيت رجلا يحدث لله إلا وكيع بن الجراح والقعنبي، اللي هو عبد الله بن مسلم القعنبي. وطبعا ده مشايخ إنه كان وكيع من الجلالة ومن التقوى والورع، وهذا يبين عظم مقدار التدين بالعلم، ومع العمل يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة. اقرأ مولانا. وقال أيضا: كان وكيع حافظا وكان أحفظ من ابن مهدي كثيرا. طبعا المشايخ لو صنعنا مقارنة، ابن مهدي أتقن في النقد وباب العلل أعلى كعبا من الشيخ وكيع، إنما سيدنا وكيع أحفظ ومع ثقة يعني، ولكن عند المقارنة النسبية لو أعطينا ما لو يعني لو بنسبة 10% هيفوق الشيخ ابن مهدي على وكيع ابن الجراح. اقرأ مولانا. وقال أيضا: ما رأيت أحدا ممن أدركنا كان أحفظ للحديث من وكيع. وقال أيضا: كان وكيع يحفظ عن سفيان وعن المشايخ، يعني يقصد سفيان الثوري، وهو من المقدمين في مشايخ في الطبقة الأولى كما كنا، بعد أعني أبا نعيم الفضل بن دكين، يحيى بن سعيد ابن القطان، ثم ابن مهدي، ثم أبو نعيم الفضل بن دكين، ثم وكيع. هكذا النسق النقدي في ترتيب الطبقات، أعني الطبقة الأولى في الشيخ سفيان ابن سعيد الثوري رضي الله تعالى عنه. اقرأ مولانا. وقال أيضا: ما رأيت أحدا كان أجمع من وكيع. أجمع مشايخ يعني لدرجة إن هو كان مطبوع الحفظ. في فرق يا شيخ كثير بين حفظ التكلف يا أحمد والطبع، يقول فلان يعني يعطي له أي كتاب يحفظه، ده عنده زيادة يعني بخلاف غير الناس. فكان وكيع لدرجة أن أحمد كان يعجب من حفظه، وأحمد هو أحمد يعني، فكان حفظه طبعا. طبعا المشايخ حفظ الطبع يعني بيكون منحة إلهية، وطبعا ولكن حفظ الطبع لا يغني عن المراجعة، مهما كان الإنسان يحفظ طبع لابد من المعاودة وإلا نسي. فلو كان لأحد لكان لمعمر بن راشد، لما ذهب إلى البصرة لم تكن معه كتبه فنسي، يعني هذا ممن كانت الزوجة شقاء له لما تزوج يعني قيدوه فزوجوه، فكانت يعني وبالا عليه، لولا هذا لكان معمر يعني لم يهم لا في البصرة ولا في غيرها، لأنه كان لما يذهب إلى الزوجة أو الرحلة الكتب كبيرة ليست معه فيحدث فيهم. حتى الإمام مسلم صنع أعني كتابا بعنوان
مرويات أو ما أخطأ فيه معمر بالبصرة، يعني هو مفقود، ولكن في سبت مؤلفات الإمام مسلم. فيعني الحفظ بيحتاج إلى المراجعة حتى ولو طبع مع الوقت، خاصة بعد مثلا 60 50 هبتدي تقل القوى الحافظة، فيحتاج إلى المراجعة. اقرأ مولاه. قال: وما كتبت عن أحد أكثر مما كتبت عنه. نعم. وقال إسحاق بن راهوية: حفظي وحفظ ابن المبارك. هاي مولانا أتى ما كنا نتكلم به، حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف. معنى تكلف يا شيخ كثير يعني مراجعة، نحتاج إلى مراجعة كثير. وده يا مشايخ يا هذا يا أبنائي بني آدم، هذا ينفع معهم يا مولانا. كل ما ولدته حواء التكرار يا مولانا ينفع معه. يا ربي يكون يقول أنا لا أفهم، لو كرر كما قال بعض الشيوخ لن أذكر اسمه، قال أنا منذ 80 سنة أكرر أو 60 عام أكرر هذه الأشياء، فلو كان حمارا لحفظ. يعني تواضعا منه رحمة الله عليه، وهو مجدد وكان أديبا كبيرا. الشاهد يا مشايخ أنه مسألة التكرار هذا للجميع، لجميع بني آدم، حتى من كان عنده إشكالية في المحفوظ يكرر هيحفظ بإذن الله تعالى. اقرأ مولا. حفظي وحفظ ابن المبارك تكلف، وحفظ وكيع أصلي. قام وكيع يوما قائما ووضع يده على الحائط وحدث ب700 حديث. وقال نعم. بشر بن السري. تفضل. وقال بشر بن السري وسهل بن عثمان ويحيى بن معين: ما رأينا أحفظ من وكيع. وقال إبراهيم بن شماس: وكيع أحفظ الناس. رضي الله. وسئل أحمد عن يحيى وابن مهدي ووكيع فقال: كان وكيع أسردهم. يعني مسألة الحفظ مشايخ إن هو ممكن في يسرد مثلا 100 حديث في ساعة في أقل، يعني ما شاء الله، بخلاف غيره إن هو ممكن يأخذ وقت. اقرأ مولانا. قال أبو حاتم: وكيع أحفظ من ابن المبارك. نعم. قال يحيى بن يمان: إن لهذا الحديث رجالا خلقهم الله منذ يوم خلق السماوات والأرض، وإن وكيعا منكم. نعم. وقال حماد بن زيد: ليس الثوري عندنا بأفضل من وكيع. وسئل عبد الرحمن: من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع أحدا. قال له رجل: يقولون أبو معاوية، فنفر من ذلك وقال: أبو معاوية عنده كذا وكذا. طبعا مشايخ في الأعمش أبو معاوية يقدم على وكيع وسفيان وشعبة، يعني هو أيضا في المرتبة الرابعة الدرجة الرابعة، ولكن ده باعتبار المقارنة. المقارنة لا تؤخذ جزئية يا شيخ عزم، تؤخذ مجموعية، لا تأتي من موضع وتقول مقارنة هنا لا. يعني بعض الطلاب يأخذ قول أحمد قول يحيى قول الدارقطني ويأخذه خيطا أو توكا يتكي عليه، لا هذا لا يتأتى، لابد من جمع كل الأقوال ثم النظر في آليات هذه الأقوال ثم الموازنة بينها ثم الترجيح بعد ذلك. لأنه أعجب أن غالب الطلاب يأتي بنص ثم يعصب به المسألة ويقول والله ده وكيع أتقن هنا. يعني يأتي له مثلا في سفيان يا شيخ موسى، سفيان مع مثلا وكيع مع يحيى بن سعيد، يقول لك والله ده في مواضع قالوا، ويقدم الرواية وعند المحققة لا نجد إيه أن القول لا يستقيم. اقرأ مولانا. قال ابن معين: وكيع أحب إلي في سفيان من عبد الرحمن بن مهدي. نعم. فذكر ذلك لأبي حاتم وقيل له: أيهما أحب إلي؟ فقال: عبد الرحمن ثبت ووكيع ثبت. يعني كأنه هنا دلالة أن عبد الرحمن أعلى من وكيع، في كما قلت لكم في أول محاضرة أنه سبحان الله، يعني لو بنسبة 10% من أجل تقريب الصورة. اقرأ مولانا. وقال ابن معين: لا ده قاهر قول ابن رجب. وظاهر هذا أنه قدم عبد الرحمن على وكيع. نعم. قال ابن معين: ما رأيت أحفظ من وكيع. وقال أيضا: من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع لعنه يحيى. يعني هذا على سبيل المبالغة يا مشايخ، يعني على فعليه لعنة الله في رواية أخرى والملائكة، يعني ده على سبيل المبالغة يعني. اقرأ مولاه. وعن عبد الرزاق قال: رأيت الثورية وابن عيينة ومعمرا ومالكا، ورأيت فما رأت عيني قط مثل وكيع. يا سبحان الله. وقال محمد بن عبد الله بن نمير: وكيع أعلم بالحديث من
ابن ادريس اذا اطلق يا مشايخ فهو عبد الله ابن ادريس ابن يزيد الاودي، متوفى سنه 98 بعد المئه، يعني ايضا مع ابن عيينه ومع ابن مهدي ومع يحيى بن سعيد القطان. وكان رجل يعني كان يقال كان امه بمفرده، لدرجه لما يعني اقترب الموت بكت ابنته تبكي، فقال لها اي بني لا تبكي فقد ختمت القران في هذا البيت 4000 مره رضي الله تعالى عنه، يعني كان من العباد والزهاد رضي الله تعالى عنه، بل كان اذا لحن اعني رجلا في كلامه امامه ترك المجلس او اخرجه، يعني من اعتنائه بالمجلس الحديثي رضي الله تعالى عنه وارضاه. عبد الله بن ادريس الاودي، عبد الله بن ادريس بن يزيد الاودي، توفى سنه 98 بعد المئه. اقرا مولاه. وكانوا اذا راوا وكيعا سكتوا، يعني للحفظ يعني مهابه له انه مقدم في هذا الباب. وطبعا يا مشايخ وكيع يعني هو اجل من ان يقال فيه سق رضي الله تعالى عنه، وهو من المقدمين في الاعمش والثوري رضي الله تعالى عنه. نعم، وكيع تلميذ، ما هو عندنا تداخل الطبقات ان يكونوا اقران ويذهبون معا، ما بعض الناس يصنع مقارنه بين الثوري وابن المبارك، وابن المبارك من تلاميذ الثوري وهكذا، يعني فقد يشتركون في الشيخ اللي هو تلاحم الطبقات. يعني طبعا مما يزاد في هذه الترجمه مساله ان مروان ابن محمد الفزاري قال على وكيع بأنه رافضي، وطبعا هذا لا يتأتى. قال يحيى بن معين رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أحاديث مكتوبة، قال يحيى بن معين كما في رواية الدوري رأيت عند مروان بن معاوية لوحا فيه أحاديث مكتوبة وفيها أسامي الشيوخ فلان رافضي وفلان كذا وكذا، فمر باسم فإذا هو يقول وكيع رافضي، فقلت لمروان يعني يحيى ابن معين وكيع خير منك، يعني كأنه هذا قول لا يتأتى، والعلماء لأنه أصلا وكيع طبعا لو حتى قلنا بهذا يعني ممكن تشيع الخفيف اللي هو تشيع أهل الكوفة، إنما الرفض لا يتأتى بحال، فهو إمام في السنة رضي الله تعالى عنه. هذا قول. قول الثاني أحمد قال أخطأ وكيع في 500 حديث، هنا الخطأ نسبي يا مشايخ مقارنة بكثرة مرويات وكيع، يعني لا تأخذوا هذا الخطأ، في عندنا النسبة ونوع الخطأ، حتى قالوا وفلان أخطأ أعني في هذا الخطأ يذهب به 100,000 حديث، كما قلنا لكم كيف يا شيخ عزم، شيخ عزم في الامتحان أو زميله وقال والله وأما كما قال بعض المعاصرين المهلب ابن أبي صفرة التابعي الذي كان مع الحجاج الثقفي، متوفى سنة 82 تابعي قولا واحدا، قال بعض المعاصرين وكان ورحمة الله على المهلب ابن أبي صفرة وكان يجاهد أعداء الله الخوارج وكان عالما لدرجة أنه قام بشرح صحيح البخاري. الذي شرح صحيح البخاري المهلب ابن أبي صفرة، متوفى 435. لب كيف لتابع أن يشرح البخاري؟ يعني الشاهد مشايخ انه ده خطأ فاحش، يقولون هذا يذهب او يسقط الحديث، ففي نوعية من الخطأ يعني الوهم، بعض الاشياء ممكن طالب مثلا لا يستطيع ممكن هذا نتجاوز عنه، انما في خطأ صعب جدا لا يدرك، خطأ ممكن يدمر، يعني مثلا حتى في الاخطاء العلمية هناك فرق بين خطأ وخطأ اقتل به المريض، الطبيب حتى لو في مثلا علاج اخطأ في وصفه وصنع عندي بعض المضاعفات، بخلاف لما طبيب يعطي لك دواء فاسدا او يدمر لك مثلا الكلى او اي شيء مما لا يستغني عنه الانسان، فهذا بيعرض للمسألة القانونية لانه خطأ قبيح، خطأ فاحش بخلاف الوهم. فلما نصنع مع وكيع نقارنه بمروياته هيكون هذا قليل،
وطبعا نسبة الأوهام فيه ليست متعمدة وليست أخطاء فاحشة. أحببت أن آتي بهاتين النقطتين حتى أدلل إن هذا لا يتأتى ولا يعني يقلل من منزلة وكيع ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. لا مسألة الدعوة بأنه رافضي ولا مسألة إيه يا مشايخ القول بأنه يعني أخطأ في هذه المروية. وطبعا يا مشايخ لما بنحمل القول في باب الجرح والتعديل فلان أخطأ في كذا فلان أخطأ لا نأخذه على عواهنه بل نروي في القول ثم نذهب إلى 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 التحقيق يا أحمد وجمع كل الأقوال حتى تأتي لنا الملكة الحديثية النقدية بدون تمعن في الأقوال يا مشايخ. لا يأتينا تحرير التراجم في الأسانيد. للأسف أن الطلاب يأخذ موضع ثم يذهب. لما أكمل يا بني أكمل القراءة أين الخبر الجزء المتم الفائدة يقول لك يا مولانا بعد ذلك الأستاذ يراجع. رجل بعض الطلاب يأتيني في المراجعات يا ربي يعني ولا يكتب ولا تحرير ولكن الدكتور سامح يراجع. يعني يا بني لما يأتيني شيء على الأقل أعالجه لك. في بعض الطلاب يأتيني التخريج يحتاج إلى إعادة ونظل نرمم له التخريج والأسانيد والحديث أصنع له أنموذج أو اثنين يا مشايخ ليسير عليه. لا هو يريد كل الرسالة. لماذا صنعت أنت يا بني؟ يا أبنائي الآن بيأتيني الطالب يعني من العراق من أي دولة فأنا أراجع له فأجد تخريج غير مستقيم الأحاد الأسانيد غير مستقيمة ولا ضبط ولا أحكام ولا تعليق فأضبط له أعني أنموذجين أو ثلاث على الأكثر وأقول له يني على هذا فليقس ما لم يقل. يعني قول لي يعني إيه مولاني يعني خلاص أنا أعطيتك أنموذج سير على ضوئه. فبعدين يأتيني ينزل ملاحظاتي بيقول لي أنا خلصت الرسالة. قلت له يا ابني أنا صنعت ثلاثة نماذج الرسالة 300 حديث اصنع الرسالة على هذا النسق وأي إشكالية أي إشكالية عندك اتصل بي أو أرسل لي على الواتس. ماذا يصنع الطالب؟ يأتي بعد سنة وينزل يقول أنا أود المناقشة. لأ يا بني هل صنعت ما نقلنا لك؟ يقول لي أنا لا أعرف. ألست عربيا؟ تعقل؟ ألم نقل لك إذا أي أغلق عليك شيء أو غبي عليك معلومة اتصل بنا أو أرسل لنا؟ قال لي والله شغلنا وكذا. قلت له خلاص لا مناقشة عود إلى بلادك. يعني سبحان الله لماذا يعني ما انت ما صنعت ثلاث نماذج انا الذي صنعتها لك الباقي رسالة اين؟ يقول لي يا مولانا ما زملائي ناقشوا وما عندهم علم وكذا وانا اجود منهم واتقن منهم وانا اعلم منهم وعندي 40,000 مجلد هم عندهم ولا 10 مجلد. قلت له يا بني لا تقاس بهذا يا ربي زميلك ياخذ من عنان السماء. أنا مالي علاقة مسؤولية ذاتية أنا مالي علاقة بغيري أنا مسؤولية أمام ربي مالي علاقة بالأخ يا ربي يعطيها لو ولو بها لأن ما لنا علاقة. فإشكالية أيضا طلاب يقارنون لذلك بعض الطلاب أجنوا كأنه يبتلى به. قلت يا ابني نحن نريد أن نخرج منك شيئا جيدا إذا عدت إلى بلادك ادع لنا الناس بدلا من أن يدعو علينا من شيوخك. تظل مشايخ الطالب يبتلى بشيخه ولولا كان هذا لكان الشافعي تلي بابن أبي يحيى. لو أحد نجا من الابتلاء بالشيخ لنجا من الشافعي وهو من هو جلالة. يعني سبحان الله هذه يعتبر يعني أقول نقطة سوداء الشافعي جلالة ومهابة رضي الله تعالى عنه وعن الأئمة الأعلى إبراهيم بن أبي يحيى حتى يقول البزار ولو حابين أحدا لحابين الشافعي وعز علينا من الشافعي ولكن لا نحاب في دين الله أحدا. البزار شافعي يا مشايخ بس وعز علينا من الشافعي اللي هو شيخ الشافعي بس ماذا نصنع ماذا نصنع يا مشايخ. الشيخ أخذ منه وهو صغير واحتاج إلى هذه المرويات حفظها فكان يسأل في مصر فيأتي بها وفيها إبراهيم بن أبي يحيى نفس النظام سيدنا مالك عبد الكريم بن أبي المخالق هو الوحيد يعني يعتبر يعني قلائل بس هذا أشهرهم حتى قالوا غاص مالك فوقع في البحر على خزقة منكسرة على عبد الكريم هذا. فأنا أقول الطالب من شيخه
والشيخ من طلاب. فهذا دكتور نعم ألم يقل الشافعي ليس أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. فالأستاذ عندما يرزق بطلاب مهرة عندهم الإتقان والتحرير والمراجعة، وأذكر أنموذجا لمولانا الشيخ ابن حجر، لولا أن الله من عليه بالسخاء والبقاع وابن فهد والبدر البشتاكي وكل هؤلاء ما تيسر له أن يحرر فتح الباري. كان يحرر يعطيه للطلاب، يا مولان يعطيه للطلاب يقرأوا يا أبنائي لو في أي كذا يا أستاذنا في كذا يا مولانا في كذا. نحن لو صنعنا الآن يا سيدنا يقول لك أنا اللي كاتب الكتاب والدكتور سامح أخذه. يا مشايخ لو أنا أعطيت طالبا الآن خاصة من مصر الكتاب أقول له يا بني أنا سأطبع الكتاب والكتاب منتهي لو في أي خطأ مطبعي، ماذا أصنع الطالب؟ يأتي بالرسالة ولك يعني والله صنعوا مع بعض الشيوخ هكذا والحمد لله يعني لم أصنع هذا مع أي طالب. يقول أنا الكتاب كتابي والدكتور سامح أخذه مني. يعني شوف الشافعي يعني طالب لا يعقل. يا بني عندما يعطيك الشيخ لعله يدربك على شيء، لا ده هذا شيء جيد. أنا كنت أفرح جدا لما بعض الشيوخ يعطيني بعض المؤلفات لهم راجع هذا لو في شيء جيد جدا. لدرجة هذا الطالب يقول لي أنا أراجع للشيخ فلان، الشيخ فلان لا يعرف شيء. سقط هذا الطالب من عيني وهو لم يعلم الأدب. شيخ تشجيعا لك ما ممكن يعطيه لأحد، لأي أحد في المكتبة يقول له في حاجة اسمها مشايخ الأخطاء المطبعية كلمة مكررة، هذا لا يسلم منه أحد. يعني عن تبقى في يعني مثلا من حاجة ضبط. يعني مولانا الشيخ عوامة كتاب المدخل يا شيخ عزم كله مضبوط، غالب الكتاب الإمام محمد بن وليد الزبيدي مضبوطة بالفتح، وأنا أجزم أنه ليس من مولانا الشيخ عوام، لا يتأتى هذا من مولانا بعض كذا. فده طبعا يا مشايخ ده بيحدث لدرجة أنا بعد مثلا الكتاب كذا مرة الطلاب مثلا يقرأوا الكتاب حتى يرسلوا لي على الواتس يا مولانا ده، أقول لهم لا ده عندي ده خطأ مطبعي لا يتأتى خطأ مطبعي. بيحتاج يا مشايخ مراجع الكتاب على الأقل 7 مرات، وهذا صعب جدا اللي انت مراجعة وفريق يراجع وفريق يراجع من أجل تجنب الأخطاء المطبعية. لابد يا مشايخ يعني أنا مثلا في الدكتوراه حاولت أراجع ولا أجد بعد أخطاء مطبعية. مطبعية مشايخ ده لا يسلم منها أحد، خاصة لما يكون الورقات مثلا 1400 1500. لو أنت تراجع يا أحمد وأتى لك هاتف قد تمر على الصفحة أو تظن أنك صنعت هذا السطر وتأتي تقفز على ما بعد الفقرة التي تليها فتجاوزت، فتأتي تقول والله أنا مراجع جيد وكذا تجد لا نعم مولانا حد مثلا وهم أو ذهول الإنسان، فبيحتاج إلى 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 تبصر. ففعلا الطالب حتى قال ثعلب واتسع قدر علم العالم على قدر حزق تلاميذه، يفتشوا في مسائل العلم فيعرضوها عليه فتتفجر له العلوم. ممكن من سؤال طالب أصنع كتاب أو أصنع موسوعة، بخلاف لما يرزق بطلاب عندهم خمول لا يذاكرون فالأستاذ بيتأثر لأنه ما عندهم شيء فيموت ويموت علمه معه لأنه لم يسأله الطلاب وكذا. فالطالب من شيخه تأخذ وساقة من الشيخ، عندما تدرس على الكبار تكون كبيرا في القراءات في الحديث في التفسير، عندما تدرس على الصغار تكون صغير، وهكذا العلاقة مهمة جدا. علاقة الشيوخ في تراثنا يعني لا أحتاج أن أدلل عليها بقول ابن وهب لولا ليس ابن سعد ومالك لضلل كنت أظن أن كل حديث عن رسول الله يعمل به. سيدنا عبد الله بن وهب فقيه أهل مصر، لولا مالك والليس لضللت كنت أظن أن كل حديث عن رسول الله يعمل به. اقرأ مولاه. فهذا ما أشار إليه الترمذي من تراجم بعض أعيان الأئمة الخفاة المقتدى بهم في هذا العلم. طبعا يا مشايخ لا ينازعهم أحد
والقول إليهم يا عزم، وهم نحن محاكمون بأدواتهم. يعني ممكن الشيخ محمد يقول لي يا سيدي يعني ما ينفع نستورد أي إنتاج حديثي، أي قراءة والعلوم الحديثة واللسانيات، أقول له يفتح الله بيننا وبينك. يا سيدنا يا سيدنا لا تحجر واسعا. أقول له يا بني علم الرواية له خصائص، هؤلاء الذين أسسوا هذه العلوم، أن لمستشرق ما له وعي، ما له علاقة بتراثنا، هو بيطبق على مثلا تراث عنده لا بأس، أنا ما لي علاقة، لا نحتاج أصلا. يقول لك اللسانيات وعلوم اللسان وهذه الأشياء وتحليل النص وكذا، نعم النص مثلا لا بأس، إنما النقد الحديثي أعني القواعد والعلل والممارسات هذه. ممكن أحد يقول لي يا سيدنا ينفع في القرن مع الذكاء الاصطناعي نستورد أو نأتي بقواعد خارجة عن نسق العلماء؟ الجواب لا، لأن هؤلاء الذين مارسوا العملية النقدية، البخاري هو الذي كان يذهب لإسماعيل بن أبي ويس، ليست أنا ولا الذكاء الاصطناعي. طريقة المقارنة بالمرويات في عقل البخاري نحاكمه إليها، لا نحاكمه لنا يا مشايخ، لا نحاكم البخاري ولا مسلم ولا أئمة النقد الحديثي ولا أئمة اللغة إلينا، وهذا خلق. ده أنا أقول لكم لو عالم في الثمانينات أو السبعينات من القرن الماضي، يعني 50 عام مر، لا نحاكمه إلى الآن، هنظلمه، لأنه كان هناك نسق وهنا نسق، فما بالك بقى من نستدعي 1200 عام سيدنا البخاري؟ هل هذا يتأتى مشايخ؟ استحالة يعني. ولكن هم الذين أقاموا هذه العلوم، فنحاكم بأدوات إنتاجهم لا بأدوات إنتاجنا، فالعلم يحاكم بأدوات إنتاجه يا موسى. أئمة النقد اذهب إليهم وتمرس في علومهم وتكلم، إنما متكع على الأريكة وتقرأ كتاب يمنى ويسر وتقول والله ما يعجبني، والله كان في يعني كذا مدخلات من بعض أساتذتنا مع بعض المدعين، يعني لن نصرح بأسمائهم، والله يعني أنا خجلت من الأستاذ لعدم التخصص وانكسار أمام الآخر وقواعد، وهذا يصحح وهذا يضعف ولا منهجية، والأستاذ مر على هذا الكلام مرور الكرام، سألني يا شيخ عزم هذا، والأستاذ كبير ومن شيوخي، في مداخلة يعني مع بعض من يهاجم البخاري ومسلم، فهذا الآخر في التلفزيون في الإعلام يقول والله وأدعك من بقى التصحيح والتضعيف وما عنده منهجية، والأستاذ مر على هذا الكلام مرور الكرام حتى ما وقف معه، يا أستاذنا ما عندك خبر، ما تقدم على هذا، لأنه هذا بيرسخ في أذهان المستمع، خاصة لو هذا له رواد وهذا له طلاب، أنه نعم ده كلمة عشوائية، ويحيى متكئ على إيريكاتي وأحمد ووكيع وكذا، ما يوجد منهج ولا ضابط ولا قانون نقدي بينهم. هذه إشكالية كبيرة، إن تمر هذه المعلومات ولا فهي مشايخ، يعني الإنسان لما يقدم على عمل مثل هذا أن يتقي الله وليعلم أنه ممكن أنا أثبت هذه الموسوعة المعلومة المغلوطة. لذلك نحاول جاهدين، يعني سواء صنعنا الأسس المنهجية عند المحدثين في الرد على هذه القضية، إن الجدل العلمي وأعمال النقد والاستقراء وكل هذه أدوات مارسها أئمة النقد، كونه المعاصر لا يعرف هذه مشكلته، وليست مشكلة أئمة النقد يا مشايخ، ليست مشكلة البخاري ولا ابن المديني، مشكلتك أنت لا تعرف، ماذا عليك أنت أن تسكت أو تسأل من يعرف يوضح لك، إنما يا مشايخ ما يصنع هذا بعيد تماما عن العلم، ما يصنعه هؤلاء يعني لا أذكر لفظا، ما يصنعه هؤلاء لا أقول شيء يعني، يعني حسب هذا القول ما يصنعه هذا جريمة في حق العلم وفي حق السنة وفي حق علم الحديث، لأنهم لا يعرفون. يا شيخ أنت ما تعرف اسكت أو سأل من يعرف، لا تقل لأنه الكلمة يا مولانا أنتم سدنا التراث وكهنة المعابد تودوا، يا شيخ كانت إيه يا شيخ، هذا علم تحسنه تعالى على الرأس، أنت ما تعرف شيء، ما تعرف أن تقرأ إسناد في البخاري،
تأتي وتقول لي والله أنا أتكلم أتكلم، أين المعيارية عندك؟ هل يا مشايخ يحق لي الآن أذهب للقصر العيني وأقول والله هم يصنعون عملية دقيقة في المخ والأعصاب، وأقرأ أنا على جوجل أو أقرأ بعض المؤلفات في جراحات المخ والأعصاب وأقول لهم أنا أدخل معكم العملية؟ ماذا يصنعون لك؟ ده جن، هذا جن، يأتون بالشرطة والقسم اذهب، لأنه كيف هتقتل المريض؟ ما عندك وعي. فهؤلاء والله يعني ماذا أقول، يعني ماذا أقول؟ ونسأل الله العافية. ولكن يا مشايخ يعني خذوا هذا عني، هؤلاء غالبهم للأسف يعني مرتزقة ويأخذون آلاف الدولارات من أجل هذا. فلو حتى أقنعت يا شيخ، أقنعت بالبخاري، لو أتيت بالبخاري من مرقده ما سلم لك، يعني لو أتيت بالبخاري صاحب الصحيح ما معه يقول لك والله، لأنه ما زال بيأخذ مثلا 10,000 15,000 دولار. وإن لله وإن إليه راجعون. اقرأ يا شيخ موسى. وقد ذكر أنه ذكره على وجه الاختصار ليستدل به على منازلهم وتفاوت مراتبهم في الحفظ. ونذكر بعض تراجم الأئمة، يعني الشيخ يعني بيدخل بمدخل بعض المدارات وممن يعول عليهم حتى يصل إلى أبي حاتم الرازي وأبي زرعة والدارمي والبخاري رضي الله تعالى عنه. اقرأ مولا. ونذكر بعض تراجم الأئمة الذين تكرر ذكرهم في هذا الكتاب في أثناء الأبواب، وحكي عنهم الكلام في الجرح والتعديل والعلل، ولم يذكرهم ها هنا. فمنهم عبد الله بن المبارك ابن واضح الخراساني، أبو عبد الرحمن إمام خراسان الجامع بين الخلال الحسان. قال ابن عيينة كان فقيها عالما زاهدا سخيا شجاعا شاعرا. يعني هذا يا شيخ من فتوح الله للعبد، يعني يعتبر الشيخ ابن المبارك ده فتح من ربنا أن يكون في كل باب من الخير من الأئمة فيه، سواء الزهد، الورع، الخشية، العلم، الجود، الكرم، الجهاد، حاجة عجيبة. يعني رجل بأمة، لدرجة أن سفيان الثوري وهو من هو قال ما أستطيع أن أعيش أن أدخل ولو ثلاثة أيام أن أعيش في مسلخ ابن المبارك. والثوري يعني حاجة في الزهد والورع. فابن المبارك كان أمة رضي الله تعالى عنه. اقرأ مولاه. قال أحمد لم يكن في زمن ابن المبارك أقرب للعلم منه، رحل إلى اليمن وإلى هذا مشايخ من فتوح الله للعبد، ولا نمل طلاب العلم، من فتح له في باب فليلزمه، هذا موفق، ويفتح لك الله في باب آخر الزمه، هكذا يعني ده من عند الله، إن ربنا يفتح لك باب لا تغلقه، لا تغلقه يا مولانا، لو غلقت الباب لن ينفتح. فسبحان الله تجد يعني تراجم انه بيكون من عظم النعم على العبد انه هو يعني يشكر نعم الله ويلزم باب العبودية، فيفتح الله لعباده بما بعطيات لا يتخيلونها. اقرأ المولى. رحل الى اليمن. قل يا بني. يعني الجامع، دقيقة، الجامع بين الخلال الحسان، يعني بين الخصال الجميلة، الخلة أو الخلة يعني الخصال، الحسان يعني الخصال اللي هو الزهد والورع والخشية والجهاد رضي الله تعالى عنه. اقرأ يا مولاه. رحل إلى اليمن وإلى مصر والشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وكان أهل ذلك. طبعا يا مشايخ الرحلة لها أثر عظيم في تكوين طالب العلم، بل يعني يوجد لدينا بحث إن شاء الله على وشك الرحلة وأثرها في تقويم النقد الحديثي ونقد المرويات. الرحلة حاجة عجيبة، إن شعبة ممكن يكشف خطأ بسبب الرحلة، أو الرحلة مؤثرة في الطالب، لأنه إذا لم يشام من الناس يعني يذهب إلى اليمن والكوفة والبصرة ومصر وكذا، ما يكون عنده حديث هيعزب عنه ويغيب عنه السنن، بخلاف من رحل يا مولانا، من رحل ولو شيوخ كثر لا يستطيع أحد أن يغرب عليه، لأنه يعرف حديث الثوري ويعرف حديث الأعمش ويعرف حديث ابن المبارك، بخلاف لو هو لم يخرج من بلده هيجد عنده يعني في سنن لا يعرفها. والأعجب من ذلك على الإمام مالك حديث تخليل الأصابع،
قال والله ما سمعت به. فقال له تلميذه ابن وهب: يا سيدي، عندنا حديث مصري، حدثنا عمرو بن الحارث عن الحبلي عن المعافري عن المسورد ابن شداد: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابعه. فقال مالك: هذا حسن، ولم أسمع به إلا الساعة، أول مرة أسمع هذا. وأصبح مالك رضي الله تعالى عنه بعد أسبوع أو فترة يفتي به. فالرحلة مؤثرة جدا في التكوين المنهجي للطالب، لأن الرحلة بتستلزم كثرة الشيوخ، وينبل الطالب بكثرة الشيوخ المشايخ، لأنه هذا بيأخذ منه خيط يا أحمد، وهذا خيط، وهذا قيد، وهذا النقد، التحليل المعلومة، الدقة في المعلومة، كل ما تتوافر لك الشيوخ تتوافر لك الإضاءات. بخلاف هو الشيخ واحد، لو أخطأ لا أتجاوزه. فأنا أقول إذا أردت أن تكون رائدا في فن ما فتعلم على يد الرواد، يعني أكثر من الشيوخ، وهذا يمدح به الطالب، بخلاف طالب لا شيخ له أو ما عنده إلا نادر، فتجد عنده ضآلة في الفن، ضآلة في النقد، لا يعرف المقارنات العلمية. فهذا يعني من مزيد تراثنا، تجد لكل عالم 1200 و1000 و3000، ووصلنا إلى 7000 شيخ، وهم شيوخ، أعني أبا سعد السمعاني صاحب كتاب الأنساب، 7300 وبضع من الشيوخ. ما رأينا لعالم أكثر من هذا يا عزم، أن يبلغ بالشيوخ 7300 وبضع، حاجة عجيبة. حتى قال أبو سعد السمعاني: ودخلت بقدمي 100 مدينة. يا مشايخ أدركوا القرن السادس الهجري، قال وطأت بقدمي 100 مدينة، يعني 100 دولة، يعني كل العالم، سنة 562 متوفى. يعني لا، من أجل كل هؤلاء الشيوخ دار على كل العالم رضي الله تعالى عنه، يعني حاجة عجيبة. فالرحلة لها أثر، حتى قال الإمام يحيى بن معين: وأربعة لا تؤنس منهم رجدا، ومحدث لا يرحل عن بلده، يعني لا خير فيه. ده قول يحيى رضي الله تعالى عنه. بل قال العلماء لما قللوا في الإجازة كشعبة والشافعي رضي الله عنهم، قالوا لو قلنا بالإجازة لبطلت الرحلة. ومع الإجازة كان العلماء يسمعون ثم يذهبون إلى في الكوفة من الشيوخ، ثم يذهبون إلى المدينة من أجل العلو ومن أجل التثبت ولقاء الشيوخ، وهذا من همم الكبار. اقرأ مولاه. كتب عن الصغار والكبار وجمع أمرا عظيما، ما كان أحد أقل سقطا من ابن المبارك، وكان يحدث من حفظه لم يكن ينظر في كتاب، وقال أيضا: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك. وعن الثوري قال: ابن المبارك أعلم أهل المشرق وأهل المغرب. وعن ابن عيينة قال: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما. وقال ابن مهدي: ما رأيت مثل ابن المبارك. فقيل له: ولا سفيان ولا شعبة. فقال: ولا سفيان ولا شعبة. طبعا يا مشايخ، يعني هو قول ابن مهدي هنا مقيد بجانب الورع والزهد والإمامة في الدين والعلم رضي الله تعالى عنه، أعني الجهاد وهذه الخلال الحسنة الجميلة، هذا قول مقيد. إنما الجانب النقدي طبعا هو في عداد تلاميذ سفيان رضي الله تعالى عنهم جميعا. اقرأ مولاه. وقال معتمر بن سليمان: ما رأيت مثل ابن المبارك. نصيب عنده الشيء الذي لا يصاب. طبعا يا مولانا، لما يكون لك شيوخ كسر ورحلات كسر، هتتفرد بأشياء لا يلحق بك الآخر. المشايخ يعني تخيلوا مثلا طالب من بلاد اندونيسيا، ماليزيا، أي دولة، وأتى للشيوخ هنا وسمع هذا في الحديث وهذا في العقيدة وهذا في المنطق، بخلاف طالب في بلده متكئ على أريكته، هل يستويان؟ لا عقلا ولا وقعا. والدليل على ذلك مشايخ، لما نذهب، أنا ذهبت ورأيت مثلا بعض تلاميذي في بعض البلدان وبعض من لا يخرج من بلده، الآخر الذي في بلد لم يخرج كالأمي بالنسبة لتلميذي، كالأمي بجواري، حتى هذا لا يجرؤ أن يتكلم في حضرة تلميذي
ما يقول لك ماذا أتكلم يعني، ما عندي شيء، لأنه لم يرحل، هو اكتفى ببعض النتف العلمية خزاها في بلاده القليلة، ثم مثلا عين بها أعني إماما ولم يرحل. هو يحب العلم، ولكن زميل تلميذه يقول له ارحل ائتي معنا، فيقول منذ 20 عام سآتي ولم يأتي. فلما يأتي المستوى هذا ما عرض عليه الإفتاء، تلاميذنا عرض عليهم الإفتاء، وهكذا بسبب الرحلة. مشايخ رحلة ويسمع من هذا وهذا في النحو وهذا في الصرف وهذا في البلاغة وهذا في المنطق إلى آخره يعني. فالرحلة تستلزم التفردات وتستلزم ضبط العلوم. يقرأ مولا. وقال أبو الوليد الطيالسي: ما رأيت أجمع من ابن المبارك. نعم. وروى ابن الطباع عن ابن مهدي قال: الأئمة 4: الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك. وقال أبو إسحاق الفزاري. طبعا أبو إسحاق الفزاري إمام كبير، اللي هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، ويأتي له تراجم في الجزء الثاني من علل الترمذي، هيأتي له الشيخ يترجم له ترجمة خاصة. اقرأ مولا. ابن المبارك إمام المسلمين. وقال نعيم بن حماد: قلت لابن مهدي: أيهما أفضل عندك، ابن المبارك أو سفيان؟ قال: ابن المبارك. قلت: إن الناس يخالفونك. قال: إن الناس لم يجربوا. نعم. ما رأيت مثل ابن المبارك. نعم. يعني قلت لابن مهدي لم يعرفوا، يعني ما عندهم خبر به، هذا معنى لم يجربوا، ما عندهم خبر به مثل ما عندي يعني. كما تسأل أنت عن شيخ وأقول لك أنا لي خبر بالشيخ، فلم يجربوا، لم يعرفوا، لم يعرفوا الحالة العلمية أو هذه القضايا. اقرأ يا مولاي. إن الناس موجودة. لا ده قول، لا هو على على ليس باعتبار الملكة الجانب النقدي، باعتبار المكانة يعني ليه الورع والخشية والزهد وهذه الأشياء، فهو مقيد بهذه القضايا. اقرأ مولاه. وعنه قال: ابن المبارك أثبت من الثوري. نعم. وقال سنيب عن شعيب بن حرب: سمعت سفيان الثوري يقول: لو جهدت جهدي أن أكون في السنة ثلاثة أيام على ما عليه ابن المبارك لم أقدر عليه. نعم. وقال ابن عيينة: لا ترى عينك مثل ابن المبارك. وسئل ابن معين: من أثبت في حيوة؟ حيوة بن شريح إمام كبير، وسيأتي أيضا في المجلد الثاني. ابن المبارك أو ابن وهب؟ قال: ابن المبارك أثبت منه، يعني ابن وهب، في جميع ما يروي. ثم قال: ابن المبارك بابة يحيى بن سعيد. بابة فلان يعني ايه؟ يشبهه ويقاربه، يقول لك فلان بابة الثوري، فلان بابة حماد بن زيد، يعني شبيهه وقريبه وعلى منهجه. فبابة يحيى يعني ما شاء الله، يعني كالإتقان في الإتقان كيحيى ابن سعيد القطان. اقرأ مولانا. يعني أنه يشبهه. نعم. وقال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة. إذا رأيت رجلا يغمس ابن المبارك بشيء فاتهمه على الإسلام. نعم. وقال الأوزاعي لرجل: لو رأيت ابن المبارك لقرت عينه. نعم. ولما مات ابن المبارك قال الفضيل بن عياض: ما خلف بعده مثله. سبحان الله. وعن ابن عيينة قال: نظرت في الصحابة فما رأيت لهم فضلا على ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه. نعم. وعن أبي أسامة قال: كان ابن المبارك في أصحاب الحديث مثل أمير المؤمنين في الناس. وقال شعيب بن حرب: ما لقي ابن المبارك رجلا إلا وابن المبارك أفضل منه. وقال الحسن بن عياش: لم يأخذ ابن المبارك في فن من الفنون إلا يخيل إليك أن علمه كان فيه. يعني ما شاء الله، يعني في كل باب من العلم، سواء الباب الفقهية، وطبعا مشايخ ابن المبارك كان على يعني يفتي بقول أبي حنيفة، والثوري أيضا، ووكيع بن القطان بن الجراح ويحيى بن سعيد القطان كانوا على مذهب السادة الحنفية، وأيضا يحيى بن معين وإسحاق بن رهوية، إسحاق بن رهوية شيخ البخاري. وقال
واضح يا مشايخ؟ فيعني في الباب الفقهي، باب اللغوي، الباب الحديثي، ما شاء الله يخير إليك أن علمه يعني كأنه يعني إيه من أصحاب التخصص سواء في اللغة أو في الفقه، ما شاء الله. وهذا يدل مشايخ على الإتقان وعلى بذل المزيد من العناء. يعني أنتم مشايخ بنقرأ الآن الثناء على الشيوخ، ولكن في باب نحتاج لطلاب العلم أن يعرفوه، أعني باب المعاناة وباب الصبر. هذا ابن المبارك غبي وصعب عليه أن يلقى بعض المحدثين، يعني كانوا من أسانيد العوالي، فتحيل بحيلة ليدخل السجن، وهذا أعجب ما رأيته. أنا ما رأيته أعجب منها، أن يصنع يعني مشاجرة مع كثير أو مع كذا من أجل أن يدخل السجن، فدخل 10 أيام فسمع منه تقريبا حوالي 40 أو 50 حديثا. هذا شيء لا يتأتى إلا في أمة الإسلام، أن يتحيل لدخول السجن لسماع حديث رسول الله. هذه من الغرائب يعني حاجة عجيبة. فلا ننظر يا مشايخ، معظم الطلاب يقرأ السير أو يقرأ ويكون، أنا أحب جدا أن الطالب يعرف التكوين، وده للأسف هو باب كان بالنسبة لهم بدهي يا مشايخ، باب أن وكيع وسفيان يعني كث، الآن ليس بدهي بالنسبة لنا، لأنه الطالب يحتاج إلى من يشحذ همته. كل ما تلقى من عناء عونة عانى منه الأئمة، تلقى من البرد لكو، من العناء، من قلة شظف العيش، من تضييق، كل شيء وجد منه الإمام أكثر. وإلا لو أن أحدكم نظر في ترجمة بقي بن مخلد، طالب وطالب حديث في الأندلس، ويأتي إلى هنا فيجد أحمد تحت الإقامة فيقول يا سيدي أحتال بحيلة، فقال ما هي؟ هو اللي فكر، كان ممكن أن يعود إلى بلده ولكن لله إن لله وإن إليه راجعون. ذهبت إلى العراق فوجدت أحمد لا يحدث، ممنوع من التحديث. قال يا سيدي أنا رجل بعيد الدار لا يعرفني أحد، فلو أتيتك في زي السؤال أسألك الحديث أقول الأجر رحمكم الله، ثم تخرج إلي ومعي الأدوات الكتابة أكتب عنك. فكتب بهذه الطريقة طالب علم. رجل أحمد كان يعجب منه، يقول لك إن أردنا أن نطلق على طالب العلم فبقي بن مخلد، شيء عجيب. هكذا أرادوا تكوين صعب، رحلة مضنية 6000 كيلو يا أبنائي، مشي على قدمي. فالطلاب يحتاج إلى من يشحذ همه، ينفض غبار الكسل عنه. إلى أن الطالب ما نخلي بينه وبين الكتاب ولا يقرأ. يعني أصبحنا الآن نحث الطلاب على القراءة، كان هذا بالنسبة لعلمائنا بدهي. قال يعني لو أنت تحز يقول لك وفي طالب علم لا يقرأ، يعني يستغرب، لأن حاد الطلاب عن الأصل. الأصل أن الطالب طالب علم، يعني لما يأتي بالكتب لا يمدح، يقول لك ده بيأتي بكتب ده ما شاء الله يا ابني، هذا لا يمدح، هذا هو الأصل. وطالب علم يكون عنده مكتبة، هذا هو الأصل. يقول لك يا مولانا ده ذهبت إلي وجدت عند البخاري وفتح الباري، الله أكبر. أيستغرب من الأصل يا موسى؟ هل يستغرب من ده الأصل في طالب العلم؟ لو وجدنا الطبيب يا مشايخ ليس معه الأدوات، الطبيب مثلا والعيادة وكذا، بيستغرب؟ يستغرب لو أتى ببدلة ليس لا يلبس الزي اللي هو البلطو وهذه الأشياء والأدوات. فأصبحنا الآن ندعى في دورات كيف نقرأ العلم وكيف نقرأ التراث وحب القراءة وأنواع القراءة. لماذا؟ لضعف حال الطلاب، وأن الطالب عندما يقرأ في هذه التراجم سواء هنا وفي السير بيظن إن ابن المبارك هذا الإنتاج في يوم وليلة، بل وصل الليل بالنهار والعناء والذهاب إلى الأعمش وكان عسرا والذهاب إلى فلان وكان يعني عناء. يا أبنائي هؤلاء نحن نظرنا بهم في النهاية، ولكن أين الرحلة في الجذور والبذور والثمار؟ لا نقف عليه. وأنا أحب من الطلاب أن يكتبوا في هذه الأشياء لأنها تعيد جد الطلاب العلم مرة ثانية. هذا باب مسكوت عنه. حتى الطالب الذي يأخذ شخصية يا أحمد
يأخذ ابن المبارك أو الثوري يظل ينقل هذه الأقوال. أما أن يأتي لنا بخيط جديد كيف أنتج ابن المبارك هذا، وكيف كان المنهج النقدي لديه، وكيف كان يعتني بضبط الكتاب وأن له ضبط الصدر، هل كان يرضى بسماع الحديث مرة واحدة، كيف كان يصنع مع شيوخه، كيف كانت رحلته، كل هذا لدرجة ممكن أجد كتاب معي 700 صفحة عن الأعمش، يقول لك الأعمش وعلاقته بالجن، هذا ما في الكتاب يا سيدي، هذا الذي قدر الله له أن يأتي به، الأعمش وزوج الأعمش، الأعمش وأولاده. يا ابني ما نعم ده معروف طبعا، 700 صفحة يا مولا ومجلدة يعني حاجة فخمة جدا. وإن لله وإن إليه رجعون، ما الفائدة؟ يقول لك وأنا أتغيى أن أصنع أعلام الأمة كلها ابن المبارك وكذا. يا شيخ نسأل الله ألا توفق، طالما هكذا أنا ظننت 700 صفحة والشيخ محمد يشتريها بمبلغ وقدره، فيقول لك من أجل بقى أجيب بقى نقد ومرويات الأعمش وحتى أصحاب الأعمش والمفاضلة بينهم، والله ما يوجد هذا في 700 صفحة يا مولانا الشيخ عزم. وإن لله وإن إليه رجعون، من أجل أن يكتب. ويأتي بعد 5 سنوات الشيخ كثير يلقاه لك ده مؤلفاته كثيرة، ده كتب في الأعمش. يا بني لا تمدح المؤلفات، ماذا كتب هذا الرجل؟ يعني هذا مشايخ التدليس في هذا الزمان 5 سنوات بقى، وبعدين يقول لك يدخل على الانترنت ويجد له مؤلف كذا وكذا وكذا وكذا، ويجي بعضهم يقول لك وله مؤلفات ومؤلفات، ما الفائدة؟ لا قيمة له، لا تساوي المداد الذي كتب به في الجانب النقدي، ما الفائدة منها؟ جمع تاريخ دمشق وصاغه ووضعه، ما الفائدة يا مولا؟ عرفت مشايخ ان الإشكالية الكتابة المجردة. أنا ظننت ان الأعمش هيأتيني بقى بالمنهج النقدي للأعمش، بعض مروياته، ترتيب الطبقات، بعض الأشياء الدقيقة، أنا ده مبحث حديثي، زهده كذا، فقر الأعمش، صبر الأعمش، كلب الأعمش، الأعمش والجن، يعني حاجة عجيبة والله. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لله درهم أنفقنا في سبيل الله. يقرأ مولا. وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك. نعم. لا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها فيه. نعم مولا. وقال عبد العزيز بن أبي رزمة: لم تكن خصلة من خصال البر إلا جمعت في ابن المبارك، حياء وكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. وقال الحسن بن عيسى: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا: تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل والعبادة والحج والغزوة والشجاعة والفروسية والشدة في بدنه وترك الكلام فيما لا يعنيه وقلة الخلاف على أصحابه. يا سبحان الله، إماما في الخير رضي الله تعالى عنه، هذا بيكون توفيق الإله. معية التوفيق الإلهي إن ربنا يفتح له في كل واد. ولكن يا مشايخ من خلال هذه الترجمة إن العلم كما حدث ما بين الإمام مالك والعمري، لأنه كان يحث مالك على الزهد وعلى قيام الليل وعلى بعض الأشياء يعني، فقال له الإمام مالك: إن الله قسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، وإن الله فتح لي في باب لم يفتح لك فيه، وقد فتح الله لك في باب لم يفتح لي في باب، وكل خير. وده يعني مقولة دقيقة جدا من الإمام مالك، إن مشايخ مفاتيح، فيفتح الله لكثير ما لا يفتح لغيره، ويفتح لغير ما لا يفتح له، ده الأصل مشايخ. أما إن واحد يا مشايخ يفتح له في كل باب، ده يعني نادر وقليل جدا، يعني نتكلم عن العموم الغالب، إن ربنا يفتح لك في باب فالزمه، قد تكون في باب إنما باب مثلا قصور عندك، خلاص الحمد لله على ما أنت فيه، إنما مسألة إن في كل باب، لأنه رب العالمين عرف ضعف الناس وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يعني افعلوا ما تستطيعون عليه من الخير، بدلالة الآية الأخرى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يتأتى للإنسان أن في كل باب،
ولكن للإنسان أن يأخذ بالكمالات والهمة العالية. إذا فتح الله له في باب يبذل أقصى ما يستطيعه هو، لا يقارن نفسه بغيره، ما يستطيعه هو لا يقارن نفسه بغيره، لأن المقارنة شؤم على صاحبها وعلى المقارن به وعلى من يقارن. واضح من شيء؟ فابن المبارك يعتبر إمام. بعض الطلاب لما يقرأ هذا يعجز، قلنا له لن نطالبك بكل هذا، على حسب ما يفتح الله لك، يفتح لك في باب الزهد، باب العلم، باب كذا، باب العمل، باب الإتقان، أي باب فتح الله لك فيه فالزمه فقط. إنما بعض الطلاب بيعجز لما بيقرأ في تراجم العلماء المشايخ يعجز، لا نريد هذا من طالب العلم. لماذا تعجز؟ لا تعجز، سأل الله من خزائنه والزم الباب. نقول لك يعني كيف أكون كابن المبارك والثوري وحماد بن زيد محمد بن سلمة والسختياني ومعمر وهؤلاء أو الفقهاء كأبي حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن والشافعي؟ يعني أن لي وأنت متكئ على آرائك؟ هل أنت صنعت مثل ما صنعوا؟ لما تصنع سل الله. للأسف أن الطالب ما بدأ، ولا كيف أكون يا بني؟ أنت ما بدأت أصلاً، ما تسهر الليل في ليلة تحرر أو تذاكر معلومة، ما صنعت شيئا من هذا من العناء في طلب العلم. يقول لك والله أنا حوالي سنوات ما صنعت شيئا، ما لن تصنع شيء. فين أين الجلد وأين الصبر وأين البذل؟ لا يوجد. فهؤلاء بذل لمشايخ. الطالب يعجز إذا أراد هو أن يعجز، أما لو كان عنده الملكة الهمة العالية والقوة الإرادة مع التوفيق الإلهي يفتح الله له. إنما الطالب إشكالياته أنه لم يبدأ ويريد، يعني يريد أن يكون عالما بدون أي ضريبة. والشيخ الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية نقد هذا وقال يعني أود يدعى أحدهم قسا ولما يخدم الكنيسة. ده من قول علمائنا. يعني ماذا يعني مثلا الكنيسة إذا أردت مشايخ أن تكون يعني من رهبانها وكذا لابد أن تبذل خدمة الكنيسة. فقال الطالب لم يرعوي ولم يجتهد في طلب العلم ويريد أن يكون عالما، هل يحدث هذا مشايخ؟ هذا لا أقول حتى في العلم، الرياضة، رياضيات يعني أعني الكرة أو هذه الأشياء اللي هو الآن أصبحت بطولات وكأس عالم وهذه الأشياء. هل أحد يتكئ على إرادته وأقول لك أنا أكون لاعب محترف؟ ده وصل الليل بالنهار وعناء الليل ويحرم نفسه من الطعام والشراب وكل شيء من أجل أن يصل إلى تحقيق مراده. إن أردنا لا نتكئ على الأرائك ونقول والله هل سنكون كهؤلاء. وبعدين يا مشايخ أطمئن طلبة العلم، طالما أنت بدأت فقد وقع أجرك على الله، ما لك علاقة. ولكن سل الله، لأن بعض الطلاب يقول لك هل سأذهب إلى مصر سأكون عالما سأعود؟ لا تسأل هذا، هذا سؤال خطأ. الأول ابدأ ورب يفتح لك. بل أقول خطأ أن تسأل هذا السؤال، لأنه كل ما تقول هل سأكون عالما لن تكون عالما، لأنك ما صنعت. الذي يبذل لا ينشغل بهذا السؤال يا أبنائي، الذي يبذل نفسه في طلب العلم لا يسأل. بدليل الطالب الذي يذاكر بجد واجتهاد في الثانوية أو في الكلية أو في أي مرحلة غير مشغول بالتقدير أصلا هل سأكون الأول. أنا ما أظن أن الطلبة الأوائل على الجمهورية ليس يقعد كده لا يذاكر وجالس كده متكئ على أريكته ومعه فنجان من القهوة، هل سأكون الأول هل سأكون الأول هل سأكون؟ حد صنع هذا مشايخ؟ بل يذاكر ليل نهار. حتى أنا أظن ما سأل أعني نفسه هذا السؤال، هو يتمنى، ولكن هو سؤال هذا لا يشغله، لأنه هو يعرف أن بذل الأسباب توصله إلى هذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ده حكمة ربنا يا مشايخ، جاهدوا تكون الإجابة، فاستجبنا له فنجيناه. إنما الطالب لا يصنع شيء ويود أن يكون عالما لا يتأتى. أين البذل؟ أين القراءة؟ أين الساعات الطوال على العكوف على طلبة العلم؟ هل مرة سقط القلم من يديك وأنت تكتب من الإحياء؟ سل بعد ذلك يا موسى ما
ما الطالب لا يصنع هذا اصلا. هل خيرت في في مره يا مشايخ بين ان تسير مثلا حوالي 10 كيلو الى بيتك او كذا واخر كتاب نسخه واحده واخر نسخه وانت تخشى ان تاتي غدا او تذهب بالمال فقلت لا تشتري النسخه وتسير على قدميك؟ هذا هو طالب العلم، واضح يا مشايخ؟ انما ان نقرا بمعزل، لان علماءنا يعني في الغالب كان هذا بديهي لهم ولا يحتاج الى تكوين العلماء، لان كانت الامه في عافيه من امرها بخلاف الان، فنحتاج الى شحذ الهمم مره ثانيه، لان الفقر في الهمم والارادات اكثر من اي شيء. لان عندما يبتلى الانسان بالفقر في همته وفي نيته وفي ارادته فلا خير فيه، فلا خير فيه. اقرا يا مولانا. وقال العباس بن مصعب جمع بن المبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة والمحبة عند الفرق. طبعا يا مشايخ ده باب كبير جدا. أنا أذكر طالبا من كلية الشريعة في العام الماضي، كلية الشريعة هنا، أعطيهم أحاديث الأحكام، فأتى يعني ذكر بعض المعاصرين، والباحث قال لي يا سيدي هل يوما ما سأصل إلى هذا المستوى؟ فقلت له هذا سؤال خطأ يا ابني، هذا سؤال خطأ، بل أقول الخطأ في كذا وجهة يا ابنائي. من قارن نفسه، أعني نفسه بالمعاصر، لن يتجاوز المعاصر. دي إشكالية يا شيخ، هل لن يتجاوز؟ لما جعل هذا هدف لن يتجاوزه. ألا سأل أن يكون كالشافعي؟ فعلى أقل سيتجاوز هذا المعاصر. ده أول خطأ في السؤال. السؤال الثاني ان الخطأ هل سأكون هو نفسه الذي تقارن به؟ ما سأل نفسه هذا السؤال، هو يطلب العلم وهذه فتوحات من الله. في إشكالية أننا لا نريد بذلا ولا جهد ونريد كل خير، أن ذلك فحد أصبح التفكير فيه إشكالية، فنسأل الله العافية. اقرأ يا مولانا. وقال ابن المديني، قل يا محمد. يعني اصحابه مش بيختلفوا عليه؟ لا، وقله الخلاف على اصحابي يعني ما عنده مساله المجادله والملاحاه. قله الخلاف هنا من الملاحاه، يعني عدم المنازعه، ليس في الخلاف الرواه، الملاحاه بينه وبين اصحابي ورفقائي، لانه ده باب شر. يعني اقرا يا مولانا. وقال ابن المديني ابن المبارك اوسع علما من ابن مهدي ويحيى بن ادم. وقال جعفر الطيالسي قلت لابن معين إذا اختلف يحيى القطان ووكيع قال القول قول يحيى، قلت إذا اختلف عبد الرحمن ويحيى قال يحتاج من يفصل بينهما، قلت أبو نعيم وعبد الرحمن قال يحتاج من يفصل بينهما. يعني يا مشايخ كما أتى من قول ابن معين يحتاج إلى من يتابع، في رواية الدوري يفصل بينهم يا أحمد، يعني متابعة هتكبر هذا. يعني مثلا المشايخ لما يختلف هذا مع ذاك يحتاج من يفصل، لو هو من الطبقة العالية لا يحتاج، إنما لو هما في نفس الطبقة يحتاج إلى متابع. يعني إيه متابع؟ ليس من واحد آخر هيصنع إيه ترجيح، يحتاج إلى آخر ليصنع عملية الترجيح. اقرأ مولانا. قلت ابن المبارك قال ذاك أمير المؤمنين رضي الله عنه. وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاعي ابن المبارك. نعم. وقال إبراهيم الحربي عن أحمد إذا اختلف أصحاب معمر فالقول قول ابن المبارك، يعني على منازعة بينه وبين عبد الرزاق في معمر، لأنه الثلاثة الكبار فيه ابن المبارك وعبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعان، فبعض الناس يعني على منازعة بين الثلاث. اقرأ مولاه. قال نعيم بن محمد قال ابن المبارك قال لأبي لئن وجدت كتبك لأحرقها، فقلت له وما علي من ذلك وهو في صدري. يعني حد يعني لعله مثلا لشيء مشايخ، ممكن بعض الناس مثلا بيبغي من ولده شيء اخر او كذا، فقال وجدت لك هذه الكتب لا احرقنها، قال له لا باس انا احفظها. يعني مدى التمكن العلمي والدقه. يعني اقرا مولاه. وكان ابن المبارك يقول لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. نعم. وقال العلم ما يجيبك منها هنا. طبعا يا مشايخ، وهذا يعني طبعا الباب النقدي وعلماء الحديث مسألة الضعيف هم أخذوا بها مشايخ إذا لم يجدوا في الباب أعني غيرهم، إنما ليس هو الأصل.
وطبعا المشايخ اللجوء الى الضعيف والموضوع وكذا بيصنع العبث، لدرجه بعض الطلاب ارسل لي حديثا وكان فيه فليقرا الفاتحه وهو ساجد 10 مرات. فطبعا المشايخ حد هذا الحديث اصلا موضوع وباطل. لما شرطوا في الحديث الضعيف قالوا ان يكون مندرجا تحت اصل معمول به في الشريعه. فاي اليه تخالف هيئات الصلاه تعلم انها في هلكة. فمن أجل ذلك قال العلماء لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيم، يعني الأولى العمل بالصحاح والعناية بالأحاديث الصحيحة كما منهج البخاري ومنهج أئمة النقد لو الحاجة، يعني كما قال أبو داود وأعمل بالضعيف إذا لم أجد في الباب غيره، إنما لو وجد في الباب غيره لا يعمل بالضعيف. اقرأ المولان قل يا بني فين يا مولانا من هنا و العلم لا العلم مما يجيئك، يعني العلم المشهور هذا معنى يجيئك من هنا ومن هنا، يعني من المشرق ومن المغرب. العلم ما توردت عليه الألسنة وليس الغريب الذي لا يعرفه أحد. فالعلم هو المشهور، حتى قال أحمد لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، تركوا الحديث وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيه. فمعنى الكلام هنا العلم هو المشتهر بين الناس، هو المشهور وليس الغريب، هذا هو المعنى. اقرأ يا مولاي. وقال العلم ما يجيئك من ها هنا وها هنا، يعني المشهور. وقيل له هذه الأحاديث المصنوعة، قال تعيش لها الجهالة. يا مولانا لما قيل له يعني مشايخ، وهذا يدلل على تمكن الأمة من ناصية النقد الحديثي، لدرجة أن الخلفاء يا محمد كانوا في اطمئنان. يأتي أحد الخليفة ويقول له والله أنت هتقتلني؟ قال له نعم سأقتلك وأرتاح منك. قال له والله ده أنا وضعته. قال له أنت مغفل. الخليفة يا مشايخ مدى الوعي، المبتدع الوضاع الخليفة يحكم عليه يعني. فالشاهد يا مشايخ، فلما قال أنا صنعت العبث في تراث المسلمين وفي سنة رسول الله، فقال له أنت مغفل، أين أنت من ابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا دقيقا؟ عجبت لقول ده، هذا قول خليفة مشايخ، شيء عجيب هذا الوعي. يقولوا لا أخشى، العلماء يصنعون هذا، يعني لا نخشى من يا رب تضع 1,000,000 حديث، لأن عندنا جادة أسانيد وعندنا نظرية مدارات وعندنا علماء قيدهم الله تعالى لحفظ هذا الدين بجراء الوعد الإلهي، فلا نخشى. واضح يا مشايخ؟ وهذا يدلل على أهمية العلم يا مشايخ. ولما نقول العناية بالأسانيد والعناية، لما أحد يقول لي معلومة مثلا، لما تكون دارس أسانيد بدقة عالية، أي أحد يتكلم أمامك تبين عواره وتبين الزغل الذي يحتويه. واضح يا مشايخ؟ فهذه تعيش لها الجهابزة. وفي حديث وفي أثر إن للجهابزة جهابزة كجهابزة الورق، يعني اللي هو نقد الفضة والذهب. اقرأ مولانا. وفضائله ومناقبه كثيرة جدا، وله تصانيف كثيرة في فنون العلم رضي الله عنه. رضي الله عنه. ونقف عند هذا القدر، يعني سبحان الله، نبدأ بإمام وننتهي من إمام، وهذا من يمن الطالع. يعني نقف عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه، ونسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.